أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا، نرحب بكم في هذه الانطلاقات ومنافسات سن الكبار ضمن هذا السباق المحلي الرابع وفي أسبوعه الثاني. نتابع هذه الانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعبر هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان وقناة الدوري والكاس وموقع الأبرقة. ترحيبنا دائما بالجميع على بركة الله. مشاهدينا الكرام، تعلن انطلاقة رابع الأشواط، شوط خاص بالزمول العمانيات رئيسي العمانيات. نتابع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة هنا في هذا الشوط. أسير إلى الصدارة وأتابع المركز الأول، الصنع هنا على الصدارة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يتقدم هنا أولا، يقدم الصنع سعيد بن راشد الزعبي، بينما أتابع المركز الثاني القادم زيزوم محمد بن راشد بن سالم المري القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع المركز الثالث والقادم في هذه اللحظات. أتابع هايش من يصل في هذه اللحظات، علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري يتقدم هايش يغير إلى الصدارة، ينطلق في هذه اللحظات شعار بن دلهم، بينما أتابع هناك من الجانب الآخر التقدم من زيزم مع ثالث المراكز رابع الأسماء. هنا يصل مشغل راشد بن ناصر بن شابل يتقدم مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء هنا القادم منادي والحاضر منادي هنا بشعار السندباد، يحضر منادي مع خامس المراكز محمد بن صالح بن حمد القمرة هنا يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة في هذا الشوط في هذا التحدي رئيس العمانيات. نتابع هذه الزمول حاضرة هنا والمتواجدة في هذا الشوط. أعود هناك، أعود مع الصدارة لأتابع هايش، هايش على مقدمة الشوط علي بن درهم بن ناصر الهاجري هنا مع أول المراكز والانطلاق الأول، يتقدم هايش بينما أتابع القادم هنا مشغل مع ثاني المراكز راشد بن ناصر بن محمد بن شابل القادم والمتواجد متواجد في هذه اللحظات وهذه التحديات، بينما أتابع ثالث المراكز زيزوم من الجانب الآخر هناك القادم مع ثالث المراكز بشعار محمد بن راشد بن سالم المري ورابع الأسماء. أتابع هنا القادم والمتواجد الصنع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الحاضر مع هذه الانطلاقة والتواجد هناك مع خامس الأسماء. أتابع منادي لمحمد بن صالح بن حمد القمرة، بينما أتابع الأسماء القادمة والحاضرة في هذا الشوط الرئيسي رئيس العمانيات. هناك أتابع التحديات القادمة في هذا الشوط. أعود مشاهدين الكرام، أعود إلى الصدارة لأتابع التغيير. هناك شعار بن شابل غير على الصدارة، غير مشغل انطلق مع المركز الأول والتحدي الأول. هنا بن شابل الحاضر والمتواجد مع هذه الانطلاقة، راشد بن ناصر بن محمد بن شابل على الصدارة، بينما أتابع المركز الثاني شعار بن دلهم هنا يقدم لنا هايش علي بن دلهم بن ناصر الهاجري مع ثاني المراكز، ولكن منادي الاسم الخطير والحاضر والمتواجد هنا مع ثالث المراكز محمد بن صالح بن حمد القمرة القادم مع ثالث المراكز، بينما أتابع القدوم هنا لهاب حسين بن علي بالسيقان يصل مع هذه اللحظات الله إلى الأسماء القادمة. أتابع زاهب يصل شعار بن ديله
يقدم لنا زاهب سالم بن زيد بن راشد بن ديله هنا القادم مع هذه اللحظات. وهناك مطالب الله وتابع هناك من الجانب الآخر شعار أيضا علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير القادم مع هذه اللحظات مع مطالب يصل الله إلى أسماء الله التحديات القادمة في هذا الشوط. ولكن الصدارة هناك الصدارة مع مشغل مشغل وشعار بن شابل الحاضر هناك مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي مشغل مشغل على الصدارة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل. ولكن شوف القادم وتابع منادي الحاضر والقادم مع ثاني المراكز بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة يتقدم مع ثاني المراكز بالسيقان. هناك القادم مع لهاب حسين بن علي بن حسين بالسيقان يحضر ثالثا في هذه اللحظات. وهناك من دلهم يعود ولكن وتابع ايضا وتابع زاهب سالم بن زيد بن راشد بن دي القادم مع رابع المراكز خامس الأسماء. هنا هايش علي بن دلهم بن ناصر الهاجري الله إلى أسماء الله التحديات القادمة في هذا الشوط مشاهدين الكرام. ولكن أعود هناك مع الصدارة مشغل على الصدارة على مقدمة الشوط راشد بن ناصر بن شابل مع رئيس العمانيات. ولكن شوف الأسماء شوف الأسماء القادمة في هذه اللحظات بن ديله وهناك شعار القمرة الحاضر وبن دلهم يقدم أيضا هنا هذه الانطلاقة مع رابع المراكز وتابع الوصول من زيزوم القادم مع خامس المراكز محمد بن راشد بن سالم المري الله إلى أسماء الله التحديات القادمة بن سالمين يحضر يتقدم في هذه اللحظات شعار البريدي الكل قادم مشاهدين الكرام. ولكن أعود إلى الصدارة أعود هنا مع مشغل مع رئيس العمانيات بن شابل وبن ديله هناك يقدم لنا زاهب سالم بن زيد بن ديله. الله الله اشتد الصراع اشتدت المنافسة الله هناك وتابع شعار البريدي مع هملول القادم مع اللحظات الأخيرة فرام بن عتيق بن محمد البريد. الله بن دلهم يقدم هايش مع اللحظات الأخيرة هملول هايش بن نشير هناك حاضر مع مطالب مع هذا الشوط الرئيسي الله طارن الزمول الله نتابع بن نشير قادم بكل قوة يقدم لنا مطالب علي بن راشد بن نشير مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الخطيرة. هنا شعار البريدي يقدم لنا هملول ولكن مطالب مع الشوط الرئيسي مع الانطلاق مع الانتصار العمانيات يقدم لنا بن نشير جديدة في هذا الشوط يقدم لنا مطالب مع هذه اللحظات. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن عبد الهادي الغفران المري شعار بن نشير الحاضر مع مطالب مع هذه اللحظات مع رئيس العمانيات. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير. بينما وصل في المركز الثاني هملول لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد ثالث المراكز. وصل زاهب سالم بن زيد بن راشد بن ديله رابع المراكز. كان الوصول من هايش علي بن دلهم بن ناصر الهاجري وخامسا. وصل زيزوم محمد بن راشد بن سالم المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول. هنا نتابع مشاهدينا الكرام مطالب ولحظة وصول إلى خط النهاية. تسعة دقائق وخمسين ثانية وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير. بينما وصل في المركز الثاني مشاهدينا الكرام هملول تسع دقائق واحد وخمسين ثانية واحد وخمسين جزء من الثانية الثانية لمالك هملول فرام بن عتيق بن محمد آل بريد المري. بينما وصل في المركز الثالث نتابع هنا زاهب
وتوقيت الزمني 9 دقائق 53 ثانية 71 جزء من الثانية. التهنئة لمالك زاهم سالم بن زيد بن راشد بن ديلة، تهانينا والناموس للجميع.